ليا منذ أيام أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفاضلة القبول الجامعي لعام 2020-2021. لنحكي أكثر عن المفاضلة والحدود الدنيا للطلاب، كيفية التقدم للمفاضلة. معنا الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني الكل هلأ الحديث الشاغل هو القبول في الجامعة، خلينا نحكي كيف كانت المستويات وكيف كانت التقديم على المفاضلات أيضا. صباح الخير، صباح الخير لكم لجميع المشاهدين، صباح الخير لأبنائنا الطلاب، وكل عام وأنتم بخير مع قدوم العام الدراسي الجديد، وألف مبروك للناجحين وحظ أوفر لمن لم يحالفهم النجاح. بالطبع اليوم ستبدأ مع الساعة 9 صباحا عمليات التقدم إلى المفاضلات في كافة المراكز في كافة المحافظات السورية. كما تعلمون صدرت النتائج الثانوية من حوالي أسبوعين. وزارة التعليم العالي دأبت خلال هذه الفترة على إعداد جميع الأعمال والإجراءات اللازمة للإعلان عن هذه المفاضلة، وتم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، واليوم بدأت أعمال التقدم إلى هذه المفاضلات. الآن لو لاحظنا الآن في هذا العام هناك بعض التغييرات التي حصلت بالنسبة للمفاضلات مقارنة مع الأعوام الماضية، منها ما يتعلق بجانب فني، ومنها أيضا ما يتعلق بأعداد الطلاب القادمين إلى الجامعات في هذا العام. هناك تزايد ملحوظ في أعداد الطلاب الذين نجحوا في الثانوية العامة في هذا العام في الفرعين العلمي والأدبي مقارنة مع العام الماضي. نلاحظ مثلا حوالي 10,000 أو 11,000 طالب في الفرع العلمي زيادة عن العام الماضي بنسبة حوالي 13%، بينما نلاحظ حوالي 13,000 أيضا فاصل بالفرع الأدبي بنسبة زيادة حوالي 37%، وهذه زيادة كبيرة جدا، وهذا سيشكل عبء على وزارة التعليم العالي. بالطبع أتحدث عن هذه الأعداد لأن هذه الأعداد سيكون لها منعكس على القبولات في الجامعات وعلى الحدود الدنيا في الجامعات. بالطبع وزارة التعليم العالي من خلال مجلس التعليم العالي ولجنة الاستيعاب العليا في رئاسة مجلس الوزراء اتخذت قرار بقبول جميع هؤلاء الطلاب وتأمين مقعد لكل طالب حصل على الثانوية في هذا العام سواء بالفرع العلمي أو الفرع الأدبي، وتم توزيع هؤلاء الطلاب على كافة الاختصاصات في الجامعات السورية. يعني قلت دكتور جملة كتير مهمة، لما يكون في زيادة بنسبة النجاح هالقد كبيرة رح ينعكس إجمالا على طبعا قبول المفاضلة والمقاعد الأساسية للطلاب. بس كمان أضفت نقطة أنه دراسة وزارة التعليم لكل طالب لازم يكون له مقعد بالطبع في الجامعات، هون كيف رح تكون لما بالطبع نحكي عن أعداد زايدة؟ رح يكون أكيد مع مفاضلة القبول العلامات رح تكون عالية، فرح يكون في التقدم لبعض الأشخاص ورح يكون في نسبة ما رح تقدر تفوت على الجامعات. هون كيف رح تأخذ وزارة التعليم العالي هاي النقطة بعين الاعتبار؟ نعم، نحن حددنا عدد من المقاعد في الاستيعاب يساوي عدد الطلاب الناجحين، ولكن الآن قد يكون هناك شريحة واسعة من الطلاب لا يرغبون في بعض الاختصاصات، يرغبون اختصاصات محددة، وبالتالي ستبقى هذه المقاعد شاغرة، ستبقى هناك مقاعد شاغرة. ومن خلال مراقبتنا للبيان في وزارة التعليم العالي من خلال 10 سنوات الأخيرة تبقى هناك مقاعد شاغرة، لأن الطالب قد لا يكون حقق رغبته من خلال هذه المفاضلة، وبالتالي قد يعزف عن المفاضلة ويذهب باتجاه آخر إلى مكان آخر. في طلاب ما عندهم خيار، يعني بدهم لا. نعم، الطالب الذي ليس لديه خيار سيقبل بأي رغبة يحصل عليها، وهذه الرغبة هو يدونها في بطاقة المفاضلة ولا تفرض أو لا تحدد من قبل وزارة التعليم العالي. ولكن عودة الآن، هناك عامل آخر في هذا العام أيضا ظهر مقارنة مع السنوات الماضية، هو ارتفاع المعدلات، ارتفاع علامات الطلاب في الثانوية. كان الارتفاع أيضا ملحوظ لو قارنا الآن في هذا العام مع العام الماضي ومع الأعوام الماضية، أيضا نلاحظ أن الشريحة الأولى وهي الشريحة التي تبدأ من 230 أو 2300 وما فوق، عدد الطلاب الناجحين حوالي 10,156 طالب، وهذا عدد كبير جدا، هذا عدد كبير جدا. لو انتقلنا إلى الشريحة التالية وهي 220 وما فوق أو 2200 وما فوق، حتى ال 230 هي حوالي 9,000 طالب فاصل، وبالتالي هذا عدد كبير، وبالتالي سيشكل ضغط على هذه الشرائح هنا، وهذه الشرائح هي شرائح الكليات الطبية وشرائح الكليات الهندسية. إذا سنلحظ ارتفاع ملحوظ في حدود القبول في هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، السبب هو تزايد أعداد الطلاب
ضمن هذه الشرائح. لو نظرنا إلى منحني أعداد الطلاب الناجحين، هو شكل هذا المنحني هو شكل غير طبيعي. أعداد الطلاب تتركز في الشرائح الأولى وفي الشرائح الأخيرة، أقل من 1300 علامة. بينما نلاحظ أن هناك تقريبا توازي أو تساوي في أعداد الطلاب بين هاتين الشريحتين، ولكن الآن هذا سيسبب خلل. هؤلاء الطلاب، الزيادة في الأعداد التي الآن حصلت في الشرائح الأولى والثانية، أعداد المقاعد المحددة لاستيعاب هؤلاء الطلاب لا تكفي لهذا العدد الكبير، وبالتالي سينزاح هؤلاء الطلاب باتجاه الأسفل، وبالتالي كل طالب يتحرك من الأعلى باتجاه الأسفل، سيزيح طالب أيضا من الوسط إلى الأدنى، وهكذا تحصل هذه العملية. تمام. دكتور، بإحدى تصريحات حضرتك ذكرت أنه السنة رح يكون في دمج للمفاضلات بمفاضلة واحدة، شو يعني هيدا التصريح؟ هذا موضوع أيضا يتعلق بالجانب الفني في وزارة التعليم العالي. دأبت وزارة التعليم العالي منذ العام الماضي على إجراء تغيير في آليات القبول للمفاضلة، واتخذ قرار بأن تجري عملية المفاضلة مفاضلة إلكترونية. تمام. وإن شاء الله سيطبق هذا الموضوع في العام القادم. سيتم تنفيذ المفاضلة عن بعد من خلال تطبيق على الموبايل أو على الحاسوب، ولا حاجة لأن يأتي الطالب إلى مركز التسجيل. هذا سيتم في العام القادم إن شاء الله. الآن في هذا العام بدأنا تمهيد لهذا الإجراء، وبدأنا بدمج هذه المفاضلات، وتم دمج مجموعة من المفاضلات سأذكرها. هذه المفاضلات، وهذا مهم بالنسبة لأبنائنا الطلاب، يجب أن ينتبهوا إلى هذه الناحية. الآن بطاقة المفاضلة تحتوي على الواحدة يتقدم فيها إلى مجموعة من المفاضلات الطالب، وهي المفاضلة العامة بشكل عام لكافة الاختصاصات. الآن مفاضلة الكليات الطبية السنة التحضيرية عام وموازي، يتقدم الطالب في نفس بطاقة المفاضلة. أيضا مفاضلة المحافظات الشرقية أيضا ضمن نفس بطاقة المفاضلة، مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية، مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وأيضا ناحية مهمة في هذا العام وهي جديدة، مفاضلة منح الجامعات الخاصة. إذا منح الجامعات الخاصة ستقدم، وهذا مهم جدا، ستقدم ضمن بطاقة مفاضلة واحد. إضافة إلى ذلك أيضا هناك منح خاصة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين للجامعات الخاصة، أيضا هي ستقدم ضمن بطاقة هذه المفاضلة. هي نقطة كثير مهمة صارت فيها مشاكل. هذا موضوع مهم لأبنائنا الطلاب أن ينتبهوا إلى هذه الناحية. الهدف من هذا الموضوع، كان في السنوات الماضية يحصل ضياع في المقاعد. الطالب الذي يتقدم، صار في مشاكل السنة الماضية لأنه بعض الجامعات الخاصة اللي كانت مقدمة بعض المقاعد ما تم. هون انتم يمكن بتحدوا من هي المشكله من خلال توحيد المفاضلة. الذي كان يحصل في السنوات الماضيه ان مفاضله منح الجامعات الخاصه كانت مفصوله عن المفاضله العامه، مفاضله السنه التحضيريه، وبالتالي الطالب كان يحصل على مقعد في السنه التحضيريه، وبعد الاعلان لاحق عن منح الجامعات الخاصه كان يحصل على مقعد اخر، وبالتالي نحن لا نستطيع الان ملء الشاغل الذي تركه في الجامعه الحكوميه، وبالتالي هذا كان يسبب هدر في المقاعد. عدد المنح في هذا العام للجامعات الخاصة 310 منح لكافة الطلاب، وهناك 130 منحة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وبالتالي هذا سيوفر علينا هذه المنح وتكون لصالح أبنائنا الطلاب، وقد يساعد ذلك في تخفيض الحد الأدنى للقبول في الكليات الطبية بشكل بسيط ليس بشكل ملحوظ. تمام. دكتور، دائما عند التقديم على أول مفاضلة السؤال المطروح هو إمتى المفاضلة الثانية رح تصير، ففينا نطمن العالم إمتى بدها تكون؟ بالطبع الآن حتى أوضح، لا يوجد مفاضلتين، يوجد مفاضلة واحدة هي التي بدأت اليوم، يتقدم الطلاب إلى هذه المفاضلة، وهي تبدأ من اليوم 26/9 وتنتهي ب 13/10 الشهر القادم. خلال هذه الفترة مراكز في جميع أنحاء القطر مفتوحة، عددها 72 مركز أساسية. كان السنة مفاضلة واحدة فقط؟ لا، يوجد مفاضلات، سأتحدث الآن. تمام. ستأتي مفاضلات أخرى، ولكن هذه المفاضلات الأساسية سيتم التقدم إليها بدءا من اليوم. الآن ما تتحدثين عنه مفاضلة ثانية، هي ليست مفاضلة وإنما هي نتائج هذه المفاضلة، نتائج ما تقدم به الطلاب، وهو ما تسألين عنه. هذا الموضوع إذا انتهينا في تاريخ 13/10، نحن نحتاج على الأقل مدة أسبوع للمعالجة، وبعد ذلك ستصدر النتائج، وبعد هذه الفترة ستصدر مفاضلة جديدة، هي مفاضلة التعليم الموازي، مفاضلة التعليم الموازي فقط،
أيضا خلال هذه الفترة ستصدر مفاضلة منح الجامعات الخاصة للاختصاصات غير الطبية. للاختصاصات غير الطبية نحن الآن عندما تحدثنا دمجنا مفاضلة منح الجامعات الخاصة ضمن المفاضلة العامة، نقصد بذلك المنح الخاصة بالاختصاصات الطبية فقط. ليش فقط الاختصاصات؟ لأنه كمرحلة أولى، لأن عملية دمج الاختصاصات الأخرى سيسبب مشكلة، لأن الموازي غير مدمج. في العام القادم يجب دمج الموازي مع المفاضلة الأولى، وعندها يمكن دمج أيضا الاختصاصات الأخرى غير الطبية لمنح الجامعات الخاصة مع المفاضلة، وتصبح جميع المفاضلات في مفاضلة واحدة. هلا مثل ما قلنا ببداية حديثنا دكتور، إنه وزارة التعليم العالي قامت بدراسة عدد الطلاب قبل إصدار المفاضلة، بعد إصدار المفاضلة رح يتم إعادة الدراسة مرة أخرى حسب يعني توزيع المقاعد، هون شو رح تاخذوا بعين الاعتبار؟ ليست دراسة وإنما هي معالجة. معالجة هي معالجة تعليمية. الآن لا يمكن التدخل، الآن بعد هذه المرحلة لا يمكن التدخل في إعادة توزيع الطلاب، لأنه أصبح حق للطالب. الآن مثلا سأخذ مثال، هناك مفاضلة لم أتحدث عنها، مفاضلة الآن الأدبي، الفرع الأدبي التسجيل المباشر. الآن أعلننا عن الحدود الدنيا، وبالتالي لا تستطيع وزارة التعليم العالي أن تتدخل وتقول سأرفع الحد الأدنى للقبول في اختصاص مثلا حقوق دمشق. لأن أصبح حق للطالب، الطالب الذي سجل في حقوق دمشق وأصبح طالبا في كلية الحقوق بجامعة دمشق، لا أستطيع الآن أن أقول للطالب أنا رفعت الحد. لا، بعد ما يحط الخيارات، لما أقول أنا مثل ما قلنا بالبداية الحديث إنه في توجه كتير كبير للكليات الطبية، بس أنا محددة كوزارة التعليم العالي المقاعد، نعم، رح يكون في خلل مثل ما قلنا بتوزيع المقاعد الدراسية، وعم يكون في كمان فجوة بين العلامات المرتفعة، لما يكون بين المفاضلة الأولى وقبول المفاضلة للجامعات أحيانا عم يكون 50 و60 علامة يعني. نعم، لم يحصل في السنوات الأخيرة أبدا، في السنوات العشر الأخيرة من خلال مراقبتنا للبيانات ونتائج المفاضلات لم يحصل أن مقاعد الكليات الطبية وبعض الكليات الهندسية لم تملأ بشكل كامل. نحن الآن حددنا للكليات الطبية 8474 طالب بشكل كامل لكافة الكليات الطبية في الجامعات السورية الحكومية السورية هذا العدد، وبالتالي هذا العدد سيقبل في السنة التحضيرية، ولكن في نهاية السنة التحضيرية سيتم فرز هؤلاء الطلاب مرة أخرى وفق مفاضلة فرز خاصة، يفرزون على الاختصاصات الثلاثة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلي، وأيضا سيفرزون حسب الموقع الجغرافي إلى الجامعات وكل حسب علامته، ولكن السنة التحضيرية هي مركزية في امتحاناتها وأيضا في أسئلتها. نعم دكتور، يعني قبل ما نختم مع حضرتك، هلا الطلاب كلهم عم يركزوا على التقديم على المفاضلة، دعواتهم هن واهلهم مرفوعة اليوم، نحن كيف بنقدر نساعدهم وخاصة ظروف صعبة، حرب وكورونا مرقت على كل طلابنا وعلينا نفسيا، نحن شوي بدنا دعم اليوم، في تسهيلات، ولكن هي التسهيلات كيف فينا هيك نطمن الطلاب واهالي الطلاب عليها بالسنه الدراسيه الجديده؟ نعم بالطبع هناك تسهيلات، اخذنا بعين الاعتبار الواقع الحالي الان بخصوص جائحة كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي بهذا الموضوع، أخذت بعين الاعتبار، وهناك لجان مختصة في كل مركز من المراكز لتوجيه الطلاب. أيضا العاملين في المراكز هم متدربين على إدخال البيانات وتوجيه الطلاب، ولكن ما أرغبه من أبنائنا الطلاب بأن لا يأتي الطالب ويسجل في المركز قبل أن يعرف ويحدد خياراته بشكل دقيق. البعض يأتي إلى المركز ولا يعرف ما يريد. الآن المطلوب من الطالب أن يملأ 45 رغبة، 45 رغبة، وبالتالي يجب أن يدرس ذلك مسبقا مع أهله، مع أصدقائه، مع معارفه، وأن يسأل عن هذه الاختصاصات، ما هي ماهية هذه الاختصاصات، أن لا يفاجأ باختصاصه ولا يرغب به. إذا عليه أولا، هناك مسودة خاصة على الطلاب في المراكز موجودة، مسودة مفاضلة، عليه أن يملأ رغباته على هذه المسودة، ولكل رغبة رقم خاص بها. أيضا يجب أن ينتبه إلى هذه الرغبات، وهذه مشاكل تقع مع أبنائنا الطلاب، الرغبة مثلا لنفرض هندسة حواسيب هي موجودة في دمشق، موجودة في اللاذقية، موجودة في حلب، ولكن الطالب لا ينتبه لكل رغبة من هذه الرغبات لها رمز كود معين، وبالتالي يجب أن ينتبه إلى الكود. إذا على أبنائنا الطلاب أن لا يتوجهوا إلى المراكز إذا لم يحددوا خياراتهم مستقبلا ويسألوا عن هذه الخيارات. اثنين، أيضا أريد أن أوجه أبنائنا الطلاب بالنسبة لبعض المفاضلات التي تحتاج إلى مسابقات واختبارات، مثلا كلية الهندسة المعمارية، الفنون الجميلة، هذه مسابقة، أو المعاهد السياحية والفندقية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، هذه اختبار أو مسابقة، وبالتالي لا يحق للطالب الدخول أو التقدم
إلى هذه الكليات إذا لم يجتاز الاختبار. عليه اجتياز الاختبار. البعض يظن من أبنائنا الطلاب عندما يجتاز الاختبار بأنه قبل. الاختبار هو شرط لازم ولكن غير كافي. إذا وبالتالي يذهب إلى البيت ويراجعنا بعد فترة أنه لم يقبل لأنه لم يتقدم إلى المفاضلة. إذا الاختبار هو مهم جدا على الطالب أن يذهب إلى الاختبار، وفي حال اجتاز الاختبار وحصل علامة نجاح عليه أن يعود ويتقدم إلى المفاضلة. أيضا بالنسبة لتسوية الأوضاع مهم بالنسبة لأبنائنا الطلاب. إذا لم يدون الطالب 35 رغبة لن يسمح له بتسوية وضعه لاحقا. وأقصد بتسوية الوضع الطالب الذي دون 35 رغبة ولم يحصل على أي رغبة منها يحق له أن يختار رغبة تحق له لاحقا. ولكن كيف؟ يعني هلا يمكن لانه دائما الطلاب بيحطوا 4-5 خيارات وما بيكملوا. نعم. ضمن هي دائما بنشوفها. هذه المشكله تقع دائما، وبالتالي لا نستطيع مساعده الطالب في مثل هذه الحالات، لاننا اذا اردنا مساعده الطلاب في هذه الحاله كان المفاضله لم تجري في هذه الحاله. وبالتالي لم نحقق تكافؤ فرص بين ابنائنا الطلاب. لذلك اتمنى هنا ان يسجل في حال رغبته في تسويه الوضع ان يسجل 35 رغبه بشكل كامل، 34 لا يصح له تسويه الوضع. ايضا تسويه الاوضاع لا تصح على بعض اختصاصات، مثلا لا تصح بالنسبه للسنة التحضيريه، لا تصح بالنسبه للفنون الجميله، لا تصح بالنسبه لبعض المحافظات التي يقبل فيها ابناء المحافظات مخصصين هؤلاء بنسبه 70%. بالطبع كل المعلومات التي اتحدث بها هي موجوده في الاعلان، موجوده في الدليل، وهي مقدمه بشكل مبسط. لازم التزام بجميع الخطوات. نعم، مقدمه بشكل مبسط لابنائنا الطلاب حتى يقرؤوها ويفهموها ويطبقوها بشكل جيد. يمكن دكتور هذا الشغل الشاغل للأهالي اليوم، بداية حديثك يمكن طمنت كثير من الناس أنه وزارة التعليم العالي يعني عملت معالجة فينا نقول لكل طالب يكون له فعلا مقعد ضمن جامعات ومعاهد السورية ضمن المفاضلة. بس كثير من الناس بتقلك مثلا يمكن مثل ما قلت بالبداية مو ضمن خيار الولد، مثلا علاماته لا تسمح له، بيتجه للجامعات الخاصة. وهذا السؤال للكل، وزارة التعليم العالي درست مؤخرا أجور الجامعات الخاصة وأقساطها من العام الماضي لليوم، في ارتفاع كتير كبير بنسبة 50%، وفي أرقام أحيانا الواحد بيتفاجأ هو عم يسمع لما أقول جامعة بدها بالقصة 5 مليون و3 مليون. ففي هون مصير طالب، كتير من الناس عم تتساءل حول هيدا الموضوع. هلا بالطبع المقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة غير واردة ابدا. بالنسبة ل احيانا على علامة طالب ما بشوط. لا اقول بالنسبة للرسوم الان، بالنسبة للرسوم خياره هو غير واردة ابدا، لان الجامعات الحكومية التعليم مجاني. عندما اتحدث الان عن طالب طب يدرس 6 سنوات ويدفع 12000 ليرة سورية او 10000 ليرة سورية خلال 6 سنوات. تمام. هذا لا يساوي في العملة الصعبة بضعة سنتات ولا شيء. تمام. لا يساوي شيء. بينما الان في الجامعات الخاصة نعم الرسوم عالية، ولكن ليس كما ذكرت الآن أن ارتفعت هذا العام بهذه النسبة. وزارة التعليم العالي حددت لهذه الجامعات السقف، حددت لهذه الجامعات السقف للرسوم، لا يجوز تجاوزه بهذه الحالة. نعم. السقف قد ايه تقريبا؟ بالطبع هناك معادلة للحساب تختلف الآن، تحسب الرسوم على أساس الساعة المعتمدة، إجراء تكلفة الساعة المعتمدة، نظام الجامعات الخاصة ونظام ساعات معتمدة. وبالتالي وزارة التعليم العالي أخذت مثلا في الصيدلة أخذت أقل جامعة رسومها الأقل من الجامعات، وأخذت أعلى جامعة، وأخذت الوسط بين هذين الجامعتين، وقالت للجامعات لا يجوز لأي جامعة أن ترتفع عن هذا الحد. إذن هكذا تم حسابه في وزارة التعليم العالي. ولكن التكاليف كما تعرفون الآن هي عالية جدا بالنسبة للدراسة، وقلت ولا هذا الموضوع لا يحسب ولا يقاس على الجامعات الحكومية. طبعاً. هناك تكاليف عالية تقدمها الدولة في هذا الاتجاه، والطلاب لا يلحظون ذلك في كثير من الحالات، خاصة الكليات التطبيقية. هناك مخابر، هناك ورش عمل، هناك مواد مستهلكة غالية الثمن جدا، وهناك تجهيزات أيضا غالية الثمن تقدم بدون مقابل لأبنائنا الطلاب. نعم دكتور، توضيحات كتير اليوم خبرتنا عنها، بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى التوفيق لكل طلابنا. إن شاء الله كل حدا حابب يدخل فرع يطلع له هذا الفرع ويتعوض بالأيام اللي جاية. شكرا كتير لك دكتور، شرفتنا. شكرا. مثل ما قلتي ليا، بنتمنى التوفيق لكل الطلاب السوريين لأنه فعلا إنجازات عم يقوموا فيها ضمن ظروف استثنائية. نتشكرك على حضورك اليوم وعلى استفسارات كتيرة كنا حابين نعرفها. الدكتور
رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي. بنتمنى من وزارة التعليم العالي أخذ بعين الاعتبار كمان الجامعات الخاصة والأجور بشكل كتير كبير للأهالي. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك على الجزء.